وحول القارة الأفريقية، أكد الرئيس السيسي أن القارة تقع في موقع القلب في السياسة الخارجية لمصر، وأضاف أن أفريقيا باتت عرضة للأخطار الأمنية التي تتعرض لها المنطقة العربية وتظل شاهدا على أزمة النظام الاقتصادي العالمي. تقع أفريقيا موقع القلب في السياسة الخارجية لمصر، في القارة الأم التي تضرب فيها الجزر المصرية بعمق التاريخ، ونستمد منها اعتزازنا بهويتنا وانتمائنا الأصيل لها. وقد باتت إفريقيا عرضة لنفس الأخطار الأمنية التي تتعرض لها المنطقة العربية، وتظل بدورها شاهدا رئيسيا على أزمة النظام الاقتصادي العالمي الذي يكرس الفقر والتفاوت ويتحمل مسؤولية رئيسية عن إنتاج الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تهدد الاستقرار والسلم الدوليين، وتجعل من الحديث عن أهداف التنمية المستدامة مجرد حديث مرسل لا شاهد عليه من الواقع الدولي المؤسف.